السلام عليكم. غادي نتكلموا في هذا الفيديو على 5 جي اير انترفيس. دونك غادي نتكلموا بخصوص على 5 جي نيمرولوجي، تايم دومين ريسورسز، الفريكونسي دومين ريسورسز، والسبيس دومين ريسورسز. دونك 5 جي نيمرولوجي، نيمرولوجي تعني بانها هي بحال دراسه الاعداد او العلاقه بين الاعداد او معاني الاعداد. بالنسبه لل 3 جي بي بي ديفيناو هذا النيمرولوجي، قال لك واحد البارامتر غادي يسموه مي. دونك هاد مي تياخذ لي فالور من 0 حتى ل 4، و شاك بارامتر تنعنيو به نورمالمون تكون مثلا البارامتر 0 تنديفيني واحد الساب كارير سبيسين شحال غادي تكون فيها مثلا، والسيكليك بريفيكس ديالنا شحال غادي يكون فيه. دونك الطول ديال دونك هي العلاقه اللي ما بين كاينه الساب كارير سبيسين مع الطول ديال السيمبول مع الطول ديال السيكليك بريفيكس ديالنا. دونك باش نغابيل يعني كنا هضرنا في الفيديو اللي كان من قبل، قلنا بانه كاين المشكل ديال هذا لا ترانسميسيون ديال لي بوندويت اللي تتكونوا كبير اللي كبارين بزاف، هو هذا الانتر سيمبول انترفيرنس. قلنا الحل في هذه الحاله هذه هو نقبطوا هذيك لا بوند ديالنا وغادي نقسموها على دي ساب كارير، يعني واحد ان ساب كارير، وكل وحده غادي تكون عندهم واحد الطول معين، وعدد عدد نصيفطو مع عدد نديرو لا ترانسميسيون. في هذه الحاله تنحلوا المشكل ديال الانتر سيمبول انترفيرنس. دونك هذاك الشيء اللي كاين هنايا بالنسبه للساب كارير سبيسين. بالنسبه قلنا الغوليز هو 3 جي بي بي ديال ريليز 15 تي اس 38.201، الا كانت لا فالور ديال ميو ايكال 0 فتعني بانك الطول ديال هذا اللي ساب كارير ديالنا سبيسين غتكون فيها 15 كيلو هرتز، والسيكليك بريفيكس غادي يكون نورمال. الا كانت ميو ايكال 1 فتعني بانه عندنا ساب كارير سبيسين هي 30 كيلو هرتز، والسيكليك بريفيكس ديالنا حتى هو نورمال. الا كانت عندنا مي ايكال 2 تتعطيني بان الساب كارير سبيسين ديالك فيها 60 هي 60 كيلو هرتز، والسيكليك بريفيكس ديالنا كاين نورمال، وكاينه نوتر فورمول اللي فيها الاكستاندد هذه اللي زادت جديده مع 5 جي. ولا كانت مي ايكال 3 تتعني بان الساب كارير سبيسين ايكال 100 كيلو 120 كيلو هرتز، الساب كارير بريفيكس ديالنا هي نورمال. الا كانت مي ايكال 4 فالساب كارير سبيسين تتعني فيها هي 240 كيلو هرتز، والسيكليك بريفيكس ديالنا راها نورمال. دونك في الرولي في السبيسيفيكاسيون ديال 3804 ديال 3 جي بي بي جاو قال لك اودي بالنسبه لي بوند اللي غادي يكونوا قل من 1 جيجا هرتز، فحنا غادي نخدموا سيب كارير سبيسين 15 مع 30 كيلو هرتز. الا كانت سيب كارير ديال في لي بوند ما بين 1 جيجا هرتز حتى 6 جيجا هرتز، فحنا غادي نخدموا سيب كارير ديال 15 مع 30 مع 60. الا كانت لا بوند ما بين 24 حتى 52.6 جيجا هرتز يعني لي بوند ميليمتريك، فحنا غادي نخدموا سب كارير سبيسين 60 مع 120. في الريليز 15 كانت 240 يعني سب كارير سبيسين 240 مازال ما ديفيناش نورمالمون اين بوند غادي اين بوند غادي تعطالها. ناخذ ان اكزومبل، الا خدينا مثلا لا بوند 3.5 جيجا هرتز، فهاد الحاله تعني بانه الكوفرتور تتكون مزيانه. الا كنا الا كانت الساب كارير سبيسين صغيره يعني كنت خدام بال 15 ولا 30 كيلو هرتز فالكوفرتور تتكون مزيانه. بار كونتر ان فوا تتكبر الساب كارير سبيسين ديالك 60 ولا 120 ولا 240 تتولي لا كوفرتور ما مزياناش. الموبيليتي ولا طونسي كاين العكس، دونك الموبيليتي ولا طونسي تتكون ضعيفه في الساب كارير سبيسين ديال 15 مع 30 مع 60، وتتولي لا موبيلتي مع لاتانسي تتولي مزيانه اون فوا تتخدم ساب كارير سبيسين 120 مع 240. الا خدينا مثلا لا بوند 28 جيجا هرتز فلا كوفرتور تتكون مزيانه في ساب كارير سبيسين ديال 15 مع 30، بار كونتر انها تضعف لا كوفرتور الا خدمتي مثلا ساب كارير 60 مع 120 مع 240. موبيليتي مع الفايز نويز مع اللاتانسي فتتكون ضعيفه في سب كاري سبيس اللي هما صغار يعني 15 مع 30، بار كونتر تبقى تولي تيوليو هاد الشيء تيولي تيولي مزيان الا كنت خدام سب كاري سبيس كبير يعني من 60 120 و 240. دونك سيكليك بريفيكس، سيكليك بريفيكس بالنسبه للو اف دي ام هو انك تدوبليكي واحد لا بارتي من السينيال ديالك اللي كاينه في الاخر السينيال ديالك تدوبليكا وتاجوتيها في الاول. دونك تولي السينيال ديالك فيه هو السامبل هو السينيال الاول بلس هذيك لا بارتي اللي انت دوبليكيتيها. دونك هذا هو السيكليك بريفيكس ديال لو اف دي ام، ولا لوبجيكتيف هو انك تتيليميني هاد الانتر شانل انترفيرنس اللي تتكوزيها الملتي بات ولا الملتي تراجي. نديرو لها ان شاء الله فيديو خاص، نديرو حتى ديمونستراسيون ماتيماتيك ديالها ديال سيكليك بريفيكس، يعني راه شي حاجه اللي سهله باش نفهموها اكثر.
دونك شنو العلاقة اللي ما بين سبكاري سبيسين مع السيمبول لينف؟ دونك الا خدينا هاد النيمرولوجي مي ايكال 0 1 2 3 4 فالسبكاري سبيسين هي كان هي سي توجور هي 15 ملتيبلي بار 2 على بويسونس مي. دونك هنا تتعطينا في 0 تتعطينا 15، في 1 تتعطينا 30، في 2 تتعطينا 60، في 3 تتعطينا 120، كتعطينا 240. بالنسبه للداتا ديال الاوف دي ام سيمبل داتا يعني الديوريشن ديال الداتا ديالك، قلنا بان هي تي داتا هي ان سور اس اس، دونك ان سور 15 تعطيك 66.67 ميكرو سكوند، ان سور 30 هي 33.33، ان سور دو سويت مثلا هنا في الكارت هي ان سور 240 هي مثلا تعطيك 4.17 ميكرو سكوند. سيكليك بريفكس ديوريشن، سيكليك بريفكس ديوريشن هي ايغالا هي 144 ديفيزي على 248 ملتيبلي بار تي ديال تي داتا. دونك تتعطيك هنا مثلا سي بي ديوريشن بالنسبه لها كانت مي ايغالا 0 تتعطيك هي 4.69 ميكرو سكوند، الا كانت مثلا مي ايغالا 3 تتعطيك مثلا 0.59 ميكرو سكوند، انسي دي سويت. لوف ديم سيمبول ديالنا اللي غادي يمشي كله يعني نورمالمون سيمبول بلس هذاك السيكليك بريفكس ديالنا، دونك قلنا هي لا سوماسيون ديال السيل الداتا سيمبول ديالنا مع السي بي ديال الديوريشن ديال السيكليك بريفكس ديالنا. دونك مثلا الا كانت ايغال ا 0 فتيكون عندنا هي 66.67 ميكرو سكوند بلس 4.69 ميكرو سكوند تعطيك 71.35 ميكرو سكوند، الا كانت مثلا ايغال ا 2 تعطيك مثلا هي 17.84 ميكرو سكوند انسي دي سويت. و سلوت يعني الطول ديال السلوت ديالنا هي 1 سور 2 على بويسونس مي، الا كان سبكال سبيسين 15 غادي يكون مي ايغال 1 غيكون سلوت الطول ديال السلوت ديالنا هي 1 ميكرو 1 ميلو سكوند، الا كانت 1 اتتولي عندنا 0.5 انسي دي سويت. دونك نيميرولوجي مع الطول ديال السلوت ديالنا، دونك قلنا توجو عندنا ان سلوت ايغال 1 ميلو سكوند الا كانت نورمالمون خدامين هنايا بالسبكال سبيسين ايغال 15، الا كانت سبكال سبيسين ايغال 30 فتتولي عندنا جوج ديال لي سلوت يعني كشاك سلوت تتولي لا دوغي ديالو 0.5 ملي سكوند. الا كانت مثلا في هذه الحاله هذه المي ايغال 4 فلي نومبر ديال لي سلوت مثلا تتكون هنا نورمالمون ايغال 6. غادي نشوفوا هذه بالديتاي، ناخذ مثلا نيمرولوجي 0 وعندنا في هذه الحاله خدامين بالنورمال سي بي، فعندنا تخام راديو سي توجور فيها 10 ملي سكوند، هاد 10 ميلي سكوند نقسمو على 10 ديال لي سب فريم، دونك 10 ديال سب فريم، وشاك سب فريم في ان سول سلوت، ان سول سلوت ايغال 1 ميلي سكوند، وشاك سلوت غنقسمو على 14 سيمبول، دونك هادو هما لي بيس ديال لي دوني ديالنا. دونك الا كانت نيميرولوجي ايغال 1 دونك توجور عندنا لا ترام راديو سي توجور 10 ميلي سكوند، فهاد الحاله هادي نقسمو على 10 ديال لي سب فريم، شاك سب فريم نقسمو على يكون فيه جوج ديال لي سلوت، وشاك سلوت غادي تكون فيه 14 سيمبول، دونك في هذه الحاله هذه ان سلوت لا ديوري ديالو هي 0.5 ملي سكوند. الا كانت مثلا نيميرولوجي ايغال 2 ولكن خدامين بالنورمال سي بي ما خدامينش في الاكستاندد سي بي، خدامين بالنورمال سي بي، فلا تخام غاديو سي توجور فيها 10 ملي سكوند مقسمه على 10 ديال سب فريم، وشاك سب فريم مقسمه على 4 ديال لي ديال 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 لي سلوت، وشاك سلوت فيه 14 سامبول، دونك ان سول سلوت ايكالا 0.25 ملي سكوند. دابا الا كانت عندنا خدامين ولكن خدامين الاكستاندد سي بي، فهاد الحاله نيمرولوجي ايغال 2 دونك لا ترام فيها 10 ملي سكوند وفيها 10 ديال سايب فريم، شاك سايب فريم فيها حتى هي نيت 4 ديال لي سلوت، ولكن شاك سلوت فيه 12 سيمبول ماشي 14 كيف ما كان عندنا هنايا، ما كانش هنا كان عندنا 14 سيمبول، هنا عندنا سولمون 12 سيمبول وان سلوت ايغال 0.25 ملي سكوند. نيمرولوجي ايغال 3 دونك سي توجور الترام غاديو فيها 10 ملي سكوند وفيها 10 ديال سايب فريم، شاك سب فريم غادي تكون هنا فيه 8 ديال لي سلوت، وشاك سلوت غتكون فيه 14 سامبول كيف ما ديما، وغتكون عندنا هنايا ان سلوت ايكالا 0.125 ملي سكوند. النيميرولوجي الا كانت ايكالا 4 في النورمال سي بي دونك لا ترام غاديو سي توجور 10 ملي سكوند، وشاك ترام غاديو فيها 10 ديال لي سب فريم، وشاك سب فريم فيها 16 سلوت، وشاك سلوت فيها 14 سامبول، يعني يا شاك سلوت في هذه الحاله ايغالا 0.0625 ملي سكوند.
دونك السلوت الفورما ولا لو تيب ديال لي سلوت. دونك هادوك لي سامبول حنا اللي كنا قلنا 14 سامبول، قال لك بانه بور شاك سلوت قلنا فيها 14 سامبول. دونك غادي تكون هذاك شاك سامبول غادي يكون عندنا هذاك الكاز ولا هذاك البيت، غادي يكون عندك اما دي دي بالنسبه للداون لينك في لي دوني ديال الداون لينك، ولا فيه الاب لينك، ولا فيه مثلا شي حاجه تكون هي فليكسيبل كلتي سميها اكس كلتي سميها اف، يعني فليكسيبل نورمالمون. ناخذ هذا ليكزومبل، هذا نيت هو نيت مديفيني في 3 جي بي بي، يعني في لا طابل 30 في السبيسيفيكاسيون 38.213 في لا طابل 11111 سلوت فورما. دونك جاو هنايا قال لك غادي جاو خداو هاد لي فورما لي كومبينيزون. دونك عندنا نورمالمون عندنا هنايا 14 للسيمبول، وشاك سامبول نورمالمون قد ياخذ نورمالمون واحد من هاد اما الداو اما دي ديال الداو ليك ولا الاب ليك، ولا غادي يكون فليكسيبل، يعني نورمالمون هي 14 على بيسونس 3 لي كومبينيزون بوسيبل. ولكن هنا في 3 جي بي بي يعني خداو يلا داروا واحد البريديفينا يلا 55 كومبينيزون باش انها تسهل السكيدولين ديال البانيفيكاسيون ديال تي دي دي وديال ديال لالوكاسيون ديال لي سامبول والمسائل. دونك خداو هادي بريديفيني هاد 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 لي فورما هاد لي سلوت فورما بريديفيني. تلقى ليكزومبل 0 دونك غادي يكونوا كاع لي سامبول غادي يكونوا دي دي، كاع لي سامبول ديالنا هنا غادي يكونوا دي دي بالنسبه للداون لينك فيهم لي داتا لي دوني ديال الداون لينك. هنا مثلا الا كان الا غادي يكون الاب لينك، الا كان مثلا دو غادي يكون مثلا فليكسيبل، الا كان باغ اكزومبل هاد لو 6 غادي تكون واحد لابارتي اللي داون لينك واحد لابارتي اللي فليكسيبل، الا كانت باغ اكزومبل فهاد الحاله هادي غادي تكون واحد لابارتي اللي هي فليكسيبل واحد لابارتي اللي اب لينك. ان سو دي سويت ان سو دي سويت. ايوا تنتمنى نكون نفعتكم شويه. غادي نحبسوا حد هنا وغادي نكملوا ان شاء الله في لي فيديو جداد في فريكونسي دومين ريسورسز مع سبيس دومين ريسورسز. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.